مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بصحة وبعافية، عيد بخير وسعيد كل متابعي شاشة سودانية 24، كل عام وأنتم بألف خير. نحن من القاهرة، قاهرة المعز، حلقة شلة شغل. دائما بعد الدراما في رمضان، ورمضان هو معروف دائما غزير بالدراما، وهو موسم فعلا للدراما. والحمد لله نحن أخيرا شفنا السودان في السنين الأخيرة في إنتاج مكثف وغزير وكثير كده حصل في رمضان الفات، فبالتالي نحن لازم نتطرق للموضوع ده، لكن على لسان أهل الشأن وأصحاب المهنة. ضيوفنا في شلة شغل من القاهرة الأستاذ عبد العظيم حمد الله والأستاذ سيد عبد الله صوصل، تمام. كل عام وأنتم بألف خير، منورين شلة شغل. يا مرحبا بك، ونقول للسادة مشاهدي قناة 24 كل سنة وأنتم طيبين، والشعب السوداني كله يكون طيب إن شاء الله يا رب، والعام ده يكون عام خير وبركة. أستاذ صوصل، يا سلام، والله يا أخي ما زالت أهل حيشان يعني مرشوشة ومغشوشة لكل الضيفان اللي بيجوا الباب متاكة عشان يخشوا يصفقوا الثلاثة صفقات، يعني المشتاقين لها. نحن بنقول لهم يا أخي حباكم جوانا ما زال، اتمنى انه وانتم بتشاهدونا يا اخي العيد ده يكون بدايه فتح لكل العزه للسودانيين، وكل يعني ما زالت يعني المحبه بيناتكم. اتمنى انه العيد يكون سعيد على كل الناس، كل سنه وانتم طيبين لحد ما نتناقل. اتمنى انه السودانيين وكل اهل الفن برضو يكونوا بخير. يا سلام استاذ عبد العظيم حمد الله، احنا نقول حمد الله طوالي، شهير بحمد الله. كويسه، ما ايوه، بكلم انت هتبتدي نرجع على شنو؟ للذكريات. بس عشان لقيتني قريب حمد زي الله كده اكبر، طوالي حقول لك ما تكتب الصوصل ده صوصل الاكبر، الاكبر. ايوه خلاص نبدا من اليمين. طيب كويس، نبدا من اليمين. نرجع للذكريات والسودان والايام الجميله. واستاذ صوصل هسي ذكر انه مشتاقين لصفقة ثلاثة صفقات يا سلام، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. في البيوت السودانية عادة بتكون، وانت لك سنين سنين بعيد من قليلة بعيد من السودان، بعيد من السودان فاقد الإحساس ده؟ كده خلينا. هو طبعا صوصل ده خيالي اكتر من لازم لانه ممثل اصلا، ايوه. فقال الصفقه والبيبان هو لسه بيتكلم عن الحشاش اصلا، بيجي تشقق ما فيها ناي، وبعدين بيجي بيضرب لك تليفون بيقول لك انا جايك، وممكن ذاته يرسل لك كرت معايده والموضوع انتهى. سيبك من الموضوع ده، فالسودان اتغير. دي فيها رسالة. اي أيوة ايوه اتغيرنا. خالص طبعا. لا بقت لا الاسمنت والسيخ دي لما تجي تنزل في البيوت، زمان بيوتنا دي مفتوحه في بعض كده، انا والاستاذ ده نفايات. طبعا من امبده، بعدين البيوت عندنا عندها ذات شان عظيم خلاص. بعدين البيوت ذاتها مسميه باسماء سكان ومهن، يقول لك بيت ناس استاذ محمد احمد في الكورنر هناك ده الاستاذ، بيت علي الجزار، بيت نفيس الداعي، تذكر الداعي يعني البيوت كان عندها شنة ورنة، وكانت تحمل صفات ومهن أصحاب ايوه المنازل دي. هسه ده لا في مهن، لا في شقة ناس عوض، وشقة ناس لؤي، وشقة ناس حامد، ولا شنو؟ والله يا اخي انا ما مشكله انه بقول لك يعني السودانيين ما زال هو السودان، ما زال هو حوش وسيع شديد جدا، وما زال جواهم يعني عامرين بيقين لا يمكن انه ينتفي خالص، ودائما هم بيأكدوا لل يعني ال 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 زي ما بتقول كده يعني شهر رمضان والعيد والتفاصيل زي دي عند السودانيين يظل بيفتح جوا الناس دفاجات مخيفه شديده جدا تجاه الانسان السوداني الحقيقي، الانسان السوداني لا يمكن انه تغير ملامحه اي نوع بتاع الضغوطات اذا كانت اقتصاديه، يظل الانسان السوداني هو ذاك السمح اذا كان بتوبه وبشبشبه او اذا كان بمركوبه وبملفحته او اذا كان حتى ببعض من النفاج الموجود في الخيال وحنينه إلى بكرة. السودانية ما زالت هي ملايات بتهفف من كل رياح المغتربين الممكن يكونوا راجعين، ومن كل بالمناسبة الضيوف الممكن يكونوا في البال أو في الخيال، أو من كل الترابيزات الممكن تكون فاضية ومخطوط عليها قرعة بتاعت موية لكن عمرانة شديد جدا بالمرحب، وعمرانة شديد جدا بأنه تعالوا. ما زال السودان منتظر لأبنائه الحقيقيين اللي بخافوا عليه والشامين ريحة الأبريق وبار رمضان بشهور. أنا بفتكر أنه الحوش الجوان هو أكبر من أي حاجة تقفل للسودانيين حريتهم ويزول كعالة أهل
اهلا بك، ما زلنا نحن حتى لو في ظل شجره دارين نكون بحب السودان ده وحنرجع عليه بحوش الموسوعي رغم عن عماراتنا الجميله وحضارتنا الدخلت والموبايل. الو كل سنه وانتم طيبين، لكن السودان ما زال عامر باهله البسطاء كالنسيم بيدخل عليك ويمر عليه شويه لقمه عيش وبكونوا عامرين. اهلا بحبيبنا السودان المبنى، خليه بلدي البموت وبخلي حي. يا سلام. اخونا قاسم احمد، كل سنة أنت طيب يا قاسم. هو مسرحي وشاعر، قال زي ضيوفا دقوا بابي شوقي لهم فاطمة للكمال. كلام بسيط لكن جميل، أيوة. وصل رسالة جميلة شديد. ونحن في ذكريات السودان وفي أيام جميلة، أيام معايدة، أنا ما دار أقول لك السنين اللي أنت غبت من السودان كم، وأنت مصير ما دارت أقول الرقم. فشنو ذكرياتك في قصر الشباب والأطفال؟ أنا طبعا أصلا جيت أنا في مبدة، في مدرسة حارة بعد ابتدائية، صوصل ذاته معي في مبدة، نعمل لك في وضع العمارات معاه في نفس دائما الشباب. أنا والكاشف أخوي، أنا والكاشف أخوي. ولسه في قصر الشباب والأطفال مع بعض وكده، شغل أيوة. بتاع أيوة. شغل شغل بتاع شغل اثنين ثلاثة أيوة. فمدرسة الحارة الرابعة مميزة جدا، طلعت كثير من الشعراء ولاعيبة الكورة وكده، ومن ضمنهم عدد من الممثلين والمقرئين، أنا واحد منهم. كان زمان الفرقة المسرحية بيعملوا عروضهم المسرحية زي الأراجوز ويحيى شريف وديل، بيلفوا في المدارس بيعملوا عروض مسرحية دوريا في بداية العام وقريب نهاية العام الدراسي. فكانت في فرقة اسمها فرقة الصياد، جات عرضت عندنا عرض مسرحي، وقام قال انا داير، عنده برنامج في التلفزيون ايوه، فقال داير عدد من الممثلين يجوا يمثلوا معاه في فرقه الصياده المسرحيه، فاختاروني انا من ضمن المجموعه دي ومشيت اشتغلت معاه في برنامج الاطفال. اشتغلت حلقه واحده كانت على الهواء، وبعديها هو عمل مشكله كان مع اداره البرامج مع مدام انصاف وساب البرنامج، وانا بالنسبه لي يا دوب بقيت نجم كده، فقلت نجمي ده ما نايف، فمشيت للسوني الافعال اللي كان بيقدم حاجه اسمها اصحاب اصحاب. ايوه، واشتغلت معاه في اصحاب اصحاب، استفاد مني استفاده كبيره السوني لانه كنت سمين مدغلب كوراس كبير. فكان بيديني شخصيه الزول الشرير اللي بيقول لاخته لازم تغسل الهدوم انت وتكوين انت وكده. في نهايه هنا المشهد بيجي السوني بيقول له يا اخي المفروض انت اختك تغسل وانت تكوي، وشنو كان العرض بينتهي. ايوه، اداني طراده، انا قال التمثيل ما بيقولوش، فخفت اقول لابوي ادوني طراده، فبقول لي تاني ما تمشي لانه التمثيل عندنا كل متعارف عليه انه دي حاجه كده متعه شخصيه كده. ايوه هوايه ايوه حب. فروحت دافن دافن عندنا مزيره كده، فروحت عملت حفره كبيره باخد فيها طراده السني دفع الله، لغايه ما جت السولو امطار ورمت المزيرة في طراداتي، ودي البداية بتاعتي كلها. والطرادات مشت؟ بلا لا خلاص مشت مع خور خور ومبدة وكرور وطوال البحر. لكن فضلت الموهبة والشخصية اللي دي بدايات كانت مهمة أيوة. جدا بالنسبة لي، أي زول مرة بالصياد مرة بالسني دفع الله، دي تجربة كبيرة. مدرسة. أي كنت من المحظوظين. أستاذ صوصل. أيوه. قصر الشباب والأطفال. والله يا أخي أول حاجة إنه الواحد هو سعيد شديد جدا في إنه يكون هو لما مشى قصر الشباب والأطفال، يعني حقيقة كان يعني زي ما بقول لك كده يعني 16 17 سنة، يعني يا دوب هو متفتح على إنه يلتقط أكبر كمية من المعلومات، وإنه غير كده إن المؤسسة كانت مؤسسة حقيقية شديد جدا بإنها تهتم بالناشئة في كل الضروب بتاعات الأنشطة الممكن إنها هي تمتص حماستهم وتفتح أذهانهم إلى كمية من الأشياء. نحن بالنسبة لنا كنا يعني بعدين بنهبش في شوية إنه دارين نكون دراميين، الواحد بيطرأ مجموعة هائلة شيء جدا من الأساتذة الأصدقاء الحميمين الأقوياء شديد جدا، اللي كان عندهم استراتيجية وكان عندهم فهم كبير شيء جدا لأنه كيف إنه ينمو الناشئة. محمد عبد الرحيم قريري له التحية، وكل سنة وهو طيب، وإيش معك الحبيب حامد جمعة الله يرحمه، في عبد الجبار الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بنقول له عيد سعيد، سالم حمادة كويس، الرشيد أحمد عيسى كويس. دي الناس أن إحنا لقونا حقيقة يعني في القصر وأدونا الأشياء، فتحوا لنا المنافذ بتاعت الأشياء من غير ما يقوموا يبخلوا علينا غير
اللي التقطناه في الحياه. فقصر الشباب والاطفال الواحد بيفتكر انه مرحله بتاعت وعي مسؤول تجاهها، في انك تكون تجاه الحاجه دي، ولا الحاجه دي هي رغبه طارئه وبعد ذاك يا اخي استمتع بها في لحظتها وتمشي. وهي اكدت لي الزول انه يعني، وكان في حظ انه في القصر ذاته كان في المعهد العالي للموسيقى والمسرح اللي هو الكليه الزول القرايه بعد ذاك. ايوه فيبدو انه الزول كان عنده بذرات كويسه، الناس زي اللي قدروا قالوا له نميها، ده المكان الممكن انه يخليها انها تثمر وتكون نبته كويسه. وبعد ذاك يا هو الواحد لحد الان انه هو بيقضي شغلانيته اللي بياكل منها عيش وبيحاول انه تطوره ويطوره يعني. طبعا احاول. ايوه هقول اتفضل ما اتفضل، مقدمة البرنامج ما انت لكن ضيف الحلقة. لا لا لا، انا في القصر الشباب والاطفال. انا ايوه فقصر الشباب والاطفال عنده خطوره جدا، قال صوصل، غير انك بتجي صغيره السن بتجي انت شايل لك شويه مواهب كده. مشبع. بعد ذاك الاستاف بتاع الاساتذه كان عندهم منهج خطير جدا، وخطورته وين؟ الان لو لاحظنا بعدين ما تدخلونا في مشاكل مع اصحابنا، الاداء التمثيلي كان اي خريج من قصر الشباب والاطفال كل واحد بيتميز عن الثاني في تميز، بيعلمك انك كيف تكون عندك طريقه اداء تختلف من الاخر، طريقه تاليف تختلف من الاخر. انا الان لو قريت نص من الورقه الاولى بعرفه كاتبه صوصل ولا كاتبه عبد الحكيم عامر، لانه بعرف ده عنده طريقه كتابه تميزه عن الاخرين. ودي مشكله كبيره جدا عندنا، يمكن ثلاث ارباع كتابنا الان يشبهوا بعض ويتميزوا حتى بالغباء الفني، وبعدين دي مشكله. انت ماشي لهم سريع، احنا جايين لا لا طيب، لكن دارك بس دارك اقول لك القصر جايين ده، الجزيرة دارك دي، اقول لك القصر ده لكن عمل ده، ايوه والقصر ده خطورته انه هو الناس كلها الان متكدسه في المسرح القومي والحيشان الثلاثه، وحتى اصدروا بعض الحاجات علينا جزافا كده انه اولاد القصر ده الممنوعين يجوا الاذاعه والتلفزيون والمسرح. احنا ما ممنوعين، لكن مطالبين بانتخاب اماكن اخرى للعروض. ايوه الناس الان تلقى تخرج من الكليه هو من الاغاني تلقى قاعد في المسرح القومي، تلقى كله متكدس في المسرح القومي كانما الحل في المسرح القومي. نحن في قصر الشباب والاطفال كنا ننتخب اماكن عروض اخرى غير المسرح القومي او قلبي الاذاعه. بيميزكم شنو؟ اهي دي نحن انتخبنا اماكن عروض ايوه اخرى ايوه وقدمنا طريقه تمثيل مختلفه، طريقه اخراج مختلفه، وجبنا يعني صوصل قدم تجربه مختلفه عن مسرح الرجل الواحد، الجامعات المعاهد العليا ايوه المدارس الولايات دي كلها. الولايات والاقاليم والترحال ايوه والمسرح. دي الناس فترت حتى بتلقى خريجين هسه ما 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 عنده تجربه زي دي. ايوه يعني انا لو قلت لك وانا في قصر الشباب والاطفال التجربه اللي عملتها من ناحيه عروض في كليه الموسيقى والدراما ما عملتها. يا سلام طيب استاذ صوصل، الحمد ذكريات لله ده وصل. ذكريات الترحال والتجوال والمسرح في الاقاليم والولايات والله يا اخي هو واحد احتمال، اول حاجه انه البنيه بتاعته هو ذاته يعني كانت هي بنيه شويه ما 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 في قلق، في قلق اساسا، قلق قلق من تكوينه. يعني انا زول بقاري يعني ناشئ من بقار اساس الرحل، ايوه اوكي، يعني بقار الرحل ما عندهم يعني خريطتهم بتختلف تماما عن الخريطه بتاعت وجود السودان. يعني ممكن يقولوا لك اي انت اتولدت في السودان لكن اخوك الكبير اتولد في جات، وعندك اختك اتولدت في افريقيا الوسطى وما ادراك شنو، لانه ده هم تبع المسارات. القلق ده اتربينا فيه نحن وبقينا جزء مننا، الفكره بتاعت انك تكون في مكان واحد ده بقى مشكله. فلما جينا واستقرينا على مستوى العاصمه ده الاستقرار ممكن تكون متاخر شديد جدا، اصبح القلق بتاع انه المكان الواحد ده مشكله دي بقت جوه الشخصيه ذاته. يعني ممكن قبال ما انا اقدم المسرح بتاعي بتاع مسرح الشخص الواحد اللي هو بدا ما ادرك في الحدائق لما كانت مفتوحه الوقت ده، ايوه حدائق مايو او حدائق ابريل، ما بعد ذاك بقت الحدائق والسلام التفاصيل زي دي، اوكي. لكن كان بيجيني شغف بتاع انه كل ما امشي السوق الشعبي القى لي لوري، اللوري ده لما يكون متحرك بتجيني حاجه. في تمرد كان زمان يعني عند الزول، كشافة ساهمت فيه، طلائع كانت ساهمت فيه، حرية البقاري كانت ساهمت. أزول ما كان قاعد في البيت كثير، فأزول بيركب اللوري ده محل ما يمشي يمشي. فتقريبا مشينا في جهات كثيرة في السودان، لما حسينا إنه الزول ممكن يمشي اتجاه السودان دي بمهمة، فبدأ الزول يقدم مسرح الشخص الواحد ده بيركب اللوري حقيقة، وبيمشي ينزل في مقرفة يقدم شخصية ما أدراك، في أبو جابر يقدم شخصية
لحد ما وصلت. قبل كده انا قدمت مسرح على راس بتاع قطر في عطبره، اوكي كويس التفاصيل زي دي، فبقى هو جزء وظفت القلق بتاع انه زول يتحرك فيه ايوه لا كده. لكن الشيء اللي اكتشفه وجا فيه انه تظل الاقاليم هي اكثر بؤسا في حراك المسرحي، نتيجه لعدم يعني الليله لو كان نحن عندنا نفس القصر اللي بنعتز به وده القدر يقدم لنا الهيبه بتاع انه نتفجر، بقى في قصر في بورسودان وبقى في قصر، اذا كان في استراتيجيه الى الوزاره المعنيه اللي هي وزاره الثقافه في انه يكون قصور الى انها تنمي، كان بيكون في اكثر من فنان بنفس القلق، وكان ممكن يكون في وفود الى الابداع من الاطراف الى العاصمه، وكان بيكون نحن ذاته في استفزاز بتاع انه ممكن نقدم شنو للسودان اكثر من حراكنا وقلقنا الشخصي ده. لكن للاسف الشديد جدا دائما احنا المؤسسيه في السودان هي بتخوننا، فبنبقى انت شايل معاك زي ما بيقولوا يعني مخلايتك الشخصيه وعذاباتك الشخصيه، فالزول اللي عمله في السودان بيفتكر انه لسه هو مقصر تجاهه، مع لكن بيفتكر انه حاول، ويكون لدينا انه احنا تجربه المحاوله، و اتمنى انه المستقبل يخلي الزول انه نجيف. ايوه يقدم نجيف شويه يا استاذ حاجات. فيصل في المسرح الشخص الواحد. مسرح الشخص الواحد اللي هو انت يعني في شخصك في كم شخصية تانية، في صوت، في تقليد، في حركة، حتى تغيير النبرة في حد ذاته. وانت ما شاء الله عليك بارع في الأداء وفي في الشغل ده بالتحديد، او في الجزئية دي بالتحديد. في ممثلين الآن عندهم إشكال حقيقي بتاع إنهم يشتغلوا شخصية واحدة، لكن أنت ما شاء الله ربنا حباك بإنك إنك أنت تتنقل بنفس الزي في نفس اللوكيشن بنفس الشكل، ما عدا الخامة بتاعت الصوت ممكن تتغير. الموهبة دي اكتسبتها ولا أصلا موهبة فيك يعني؟ والله قبل كده انا كنت بحكي لناس كتار جدا، ودائما كنت انا بحكي للناس بقول لهم يا اخي يبدو انه الالتقاط، يعني احنا انا كان في حياتي في زولا اسمها فاطمه، الله يديها العافيه في الدارين. فاطمه دي كان عندها جماعه، انا زول صغير شديد جدا بالمناسبه في الصافيه، والزولة دي كانت بتملى عيني لما تجي، لانه دي اول مره يعني صغير ده، لما اقول لك دي 7 8 سنوات ايوه عندها جماعة. واسمعك عندها جماعه، انا ايوه بتكلم لك بشيل من بعد ما وعيت ايوه وعرفت فسرتها لكدي، لانه زمان ما انا ما كنت فاهم الحاجه دي غير انه فاطمه بتجي من الحاج يوسف، لانها هي زولة متزوجه راجل اكبر منها شيء جدا اسمه فكي عيسى، فكي عيسى يبدو انه واحد من البقاره معتقين المعتقين، يعني عنده المراه دي كده بتجي لابسه لها ما امكن، الحاجه اللي انا بعرفها الوقت ده كنت سفنجه مهترئه بتجي قبال المغرب، بتحس انه في غبار في كرعينا، قطعت مسافات كثيره برجلينا، لابسه ملابس تحس بها هي ابسط ما تكون، انها قادره تستر ذاتها يعني كويس، معاك توب تحس به انه ابسط ما انه اصبح صديقه لفتره طويله اللي هي لبسته كويس، معاك تشم فيها ريحه بتاع التعب تعب المراه، رغم عن انها هي كانت الوقت ذاك اكثر صبائا. الاهل البقاره دي احيانا عندهم قسوه انه الناس الكبار اللي عندهم قروش بيتزوجوا البنات الصغار، وهي ايوه وقعت في الورطه دي ويبدو انه كان بيضربها، فلما يضربها شديد جدا وهي زوله بسيطه كانت بتلتجي لينا نحن كويس معاكم، بتلتجي الى حاج عبد الله الله يرحمه ويديله العافيه والدارين والحاجه فاطمه عشان ما تشتكي، وبتجي حقيقه انها بتكون مضروبه، زوله جايه من الاطراف للعاصمه، وفي العاصمه في الصافيه كويس معاك، هي بتبدو زوله دي كانت عندها لكنه اوكي، بتبدا بتشتكي ان احنا كان الوحيدين اخواني الكبار ديك بيمشوا بنقول احنا وحاج عبد الله وكذا، والحاجه دي بتشتكي لهم باللكنه دي، انا سويت لها شنو، انا سويت لها شنو، لما نعيش بتبقني انا، انا ما بتكون قاعد تتكلم فوق الحاجات دي، فجاه بتاخد لها شهقه، بتاخد الشهقه دي، بعد الشهقه دي اول حاجه حاجه فاطمه عليها حاج عبد الله بيفهموا تماما انه الزوله دي تتحول يا مان، لما تجي راجع كده بتجي راجع كائن تاني، وهي ونحن والكائن التاني ده عندها عبد الكريم، عبد الكريم ده اذا جاء دبره، وعبد الكريم ده لما يجي اول حاجه لك دي بتمشي، اي نعم هو الصوت بتاعه فيه وصوت بتاع المراه ودي هي، لكن السيتويشن قعدته بتختلف في عن قريبه او في سرير القاعد فيها، وبيتكلم مباشره مع حاج عبد الله بيقول لهم عاينوا انتوا بالمناسبه فاطمه دي قادرين انه تحفظوها من الفكيده، احفظوها ما تحفظوها، يعني احنا بنكسر رقبتها دي بنجيبها لكم هنا ده، شفتوا بنكسر لكم رقبتها دي، تقوموا ما ادراك شنو، بيدي اوردر حاج عبد الله ما شاء الله هو زول التبروقه بتاعته دي ومصلايته، احنا ما شفنا منه حاجه، ما لانه هو ابوي لكن لانه انا عاشرته وشاهدته كويس معاه، بيقول له بس انت داير ده بس عليكم الله بس حافظوا لنا عليها،
كويس معاك. تخلوها لراجل كبير يدقها يا اخي، وقت زول بيدقوا حاجه حالكم انتوا خليتوا ما ادراك وجيتوا لحد العواصم هنا، في مرايين قاعدين يدقوها وبيوروا الحاجات زي دي لحد ما يقوم يقول التفاصيل بتاعته دي. انت سويت لي شنو؟ الحاجه الثانيه عندها واحد اسمه الاطرش، قلنا خلاص دي زول هي دايره تقوم تاخذ راحتها وتبي، عندها الاطرش. الاطرش ده مخيف شديد جدا في البيت اللي احنا ساكنين فيه، وفي حدائق في حديقتين. اوكي الاطرش ده لما يجي هو موضوع واحد، بيقول لهم اني نقول لكم الزوله دي تمشي تقرأوا زولكم ذاك، ما قرأت زولكم، زول الحقني ما فيه. بتقوم بتمشي الحدائق دي، اول حاجه بيكون شايل مع موس، وكده ذاك في موس بتاع نسر وتمساح وحاجات زي دي، ده الساعة وين ما معروفه. بتمشي عند الشجر كده، ده الشجر ده بيكون فوقه فروع، الفروع دي نحيفه وبتكون جافه، بتكسر ما امكن انه يخش ما بين الجلد وما بين اللحم. تختفي في واحدة من الظلامات بتاعت الحدائق دي، احنا كده وما في ولا بتعشر ما امكن من الحاجة دي ما بين الجلد، لحد ما الناس زي اللي يفتش يولعوا الانوار ويلقاها بيكون في حدين ثلاثة نزلوا، والكائن اللي اسمه الاطرش ده بيكون موجود. بيجيبوها بأطرشة ده لحد ما يقعدوها في الحاجات زي دي بقى قدام بتاع التفاصيل، لما تاخذ النفس بتاعها وتجي ألم 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 لحد ما بيخطفوها بودوها مستشفى حاجة الصافي. وناس حاجة الصافي الوقت ده بيفتكروا انه دي زولة جايلة من تخلف لا يمكن، والحكاية دي لازم يمشوا النقطة بتاعت الصافي ويطلعوا الحاجات الزي دي. بيقعدوا ناس يناقشون بانه لا الموضوع ده عندنا وما عندنا، بيطلعوا بجراح الحاجات زي دي وتتكرر الاشياء زي دي. عبد الكريم والاطرش وعندهم كائن تاني، الكائن التاني ده انا ما شفته، وده اللي خلاني انه انا الجرحه دي ومعاه التاني اللي بيجي ده اللي خلاني انه القصه دي المفروض انها تكون علقانه عندي، وما زلت الان انا باخدها كنموذج لشغل أيوه. فكره التقمص، وبتكسر كميه من المناهج الزول اللي بيقراها. داك لما نيجي نحن عندنا زول قريبنا اسمه بريما اللي هو جزار، داك بيجي اوريدي بس بيقول وين حاج عبد الله؟ حاج عبد الله بيكون جاهز، بيقول لي انا طبعا بعد الحاجه اللي بيعملها دي يعني. كويس معاك؟ بقول له تمشي ليه بريما حقك ده؟ انا جيعان، انا جيعان. دي حاج عبد الله بيمشي ممكن يجيب 4 5 كيلو بتاع عظام، عظام غريبه الاطوار فيها ما امكن من لحم. كويس معاك؟ المحنفش بتاعت السبعينات ديك فيها بواقي ما ادراك عصاصرات قنافرات 3 4 5 6 كيلو، يعني احتمال يكون انت مربي لك 600,000 باحش او ما ادراك اسد عشان تجيب الحاجات زي دي. حاج عبد الله عنده صفيحه بعينه بيخطها وبملح فقط، ملح بعينه، وهو قاعد كده بيقول لي الملح ما تنسى، بيحط له شويه ملح كده الحياه زي دي، بتفور العظام دي ويطبخها. حاج عبد الله ما حاجه فاطمه، بتفور العظام دي كويس معاك مسافه محدده زي دي، بيقول لها هجيبها هجيبها دي. الزول ده الكائن ده بياكل العظام دي، انا اول مره ما شفتها الا في ناتشورال جيوغرافي بعد ما كبرت، اكلت مرافعين بيحسمها بيقومها كده. ده بعد ذاك المشكله انها من ترجع اول حاجه بتقولها بتقول انا جيعان. الشخصيه دي بالمناسبه دي شكلت في مع حياتي جنب الاستاذ الفاضل سعيد الله يرحمه ويدي العافيه والدارين، وشغلنا بقصر الشباب والاطفال، لكن الاهتمام بتاع الزول بتاع انه يكون مسرح شخص واحد وحبه هو للمسرح قام مع الكشاف ومع الحياه زي دي. الزولة دي كان لها دور كبير جدا في انه الزول انه يقدر يعني الحال يبحث علميا تجاه دشن التحول. ايوه او ده بيقودني لسؤال يا استاذ عبد العزيز، انه حياتنا كلها عباره عن مسرح وعن دراما، لكن انت جايب لي بعد الفاصل، انتظرونا نمشي ونجيكم في شله شغل. بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا وكل عام وانتم بخير مره ثانيه في شله الشغل. استاذ عبد العزيز قبل ما نطلع الفاصل، انا يعني شلت من رد استاذ صوصل المسرح وحبه وادغانه لشغل المسرح الواحد، بيقول انه حياتنا عباره عن دراما وحياتنا عباره عن مسرح تلقائي،
من غير ما يعني تدخل فيه أي أطراف ولا كتابة السيناريو، ولا إذا مثلنا بسيئتنا وبطبيعتنا حننجح. تخيل لي كده، وأنا بطرح لك السؤال. تمام. هو يعني سوسل حكى قصة بتاعت إنه في شخص ما أثر في حياته. كلنا في يمكن في بيئات مختلفة، حتى نحن في مبدا، في الكلاكلة، في الحاجوسي، في اللويد، في نيالة، في كسل، في شخوص دائما بيكون عندهم يعني يمتازوا بحاجات خارقة كده، أو مجانين، أو نكاتين بتاع النكات. لابد إنه في طرائف، شخصيات طريفة تحمل مضامين. القصة من بعيد اللي هو زي ما في فيلم عرس الزين، أخذ من بدر الطيب صالح وجاب الزين، هذه الشخصية المبروكة الموجودة في كل غرف السودان. في شخص مبروك اللي هو يسمح له إنه يدخل على النسوان ويهزر معاهن وكده، يعني مرفوع عنه الحجاب. ايوه فأخذ الطيب صالح من بدري، نحن دي أهمية غصر الشعور الأطفال اللي استضافوا القبيلة، قالوا سوسن، لأنه نحن ربنا حبانا بأنه في يعني مجموعة أساتذة كانوا يعلموا تماما بأنه دارين نعمل شيء. فكل اللي عملوه أنه خرجوا مننا المخزون ده، الشخوص اللي نحن تعرفنا عليها في الحياة في كيفية تحويلها إلى شخصيات فنية. وده دور كبير جدا. عشان كده لما نجي مثلا نلقى صوصل زي ما ذكرتي، ممكن يؤدي مثلا مسرحية أو يعمل عمل درامي قصير زي الباص مثلا، ويتنقل فيه الركاب بشخصيات مختلفة ايوه بلهجات مختلفة بكده، ويرجع للكرسي يطلع منه تاني، يرجع بدون ما ينسى أو يسرح وبدون ما هنا. دي كلها مهارات بتتعلمها، وكل ما أنت صغير كل ما كان أحسن وبتقدر تجوده. ودي موجودة عندنا. كيفية استدعاء أو استحضار على خشبة المسرح دي بتحتاج لشخص ما يدربك عليها على طريقة، ده بيجعل منك أنت متميز في أدائك. أنا بمثل بطريقة ما بيمثل بها صوصل، ايوه فده بيخلي الاختلافات بيناتنا، وعلى حسب بينا، على حسب قدرتك على دفع أو شحذ ذاكرتك الانفعالية في يعني كيفية انك تستنطق الشخصيات اللي تمرد عليك في حياتك او المتخيل او سمعتها. ده برضو سؤال بيتصلصل او سؤال مباشر كده. الفرق ما بين المسرح والدراما، كويس، الفرق هو شنو؟ كويس كويس. هو ده طبعا جدلية كبيرة شديد جدا بالمناسبة، لكن الأقرب إلى المدارس الحديثة بتكلم إنه يمكن أن نقدم دراما على خشبة المسرح. خشبة المسرح هي ممكن تتقدم فيها ثياتر رايت ناو، أو كلمة ثياتر رايت ناو إنه بقت هي فيها تشعبات كثيرة جدا من العلوم الجديدة. حتى أنت الآن بيقول لك الدكتور خاشي مسرح العملية، أوكي، معناته غرفة العمليات أصبح فيها مسرح العملية. في الطب الجنائي ممكن يقول لك، أو القانون مسرح الجنائي الجريمة. بيقول لك مسرح ايوه الجريمة، كويس. حتى زمان هو كان لما نقول لك سياتا، هو ده المكان اللي بيحصل فيه احداث كثيره شيء جدا. وحقيقه الحضاره الحديثه قدرت انها فعلا تاكد الماضي، انه اي مكان هو تم فيه اي حدث هو تيتا، يعني كده. حتى الان مسرح الحرب بتاع الاشياء زي دي كده، ليه؟ لانه جوه المكان ده بالتحديد حدثت اشياء ما طبيعيه ايوه او فوق العاده، اوكي. وفي اي جو الحاجات الغير طبيعيه دي ممكن يكون في دراما. لكن لما نجي للدراما هي ذاتها، حتى الان اصبح الناس لما نجي يقول لك، بيقول لك الفيلم ده اكشن، بيقول لك الفيلم ده دراما، بيقول لك الفيلم ده كوميدي، بيقول لك الكلام. جينا تاني لانه طيب واتس اب دراما، شنو هي الدراما؟ قاموا قالوا انه هي الدراما هي المحاكاه الى الواقع الحياتي. اي حاجه يعني فنيا، يعني ارتفيشوالي كده، كويس معاك، اللي هي هاو تو اكت لايف، يسمى ذا ارت اوف لايف، اللي هي فن الحياه، كويس، كيف انا اقلد الحياه. الدراما دائما بتتكلم عن اشياء، يعني زوج جاء مرته قامت قالت له ما ادراك انت كنت وين، قام قال لها والله اللي نهايه الحياه زي دي ما ادراك، والله تاخرت في اللي نهايه الحياه، لكن تلفوني ما ادراك شنو. فجاه التلفون قام وقع، هي بتفتش معه في التلفون على اساس انها دارت تجيب معه ما يكون نساء كيس الخدار ولا الاشياء زي دي. فجاه التلفون قام وقع من الجريده، هو كان طبيب في الجريده والحاجات زي، هو بيفتش، قامت شافت التلفون، لما رفعت التلفون اكتشفت انه اخر مكالمه من سلمى محمد
محمد عبد الرحمن، سلمى محمد عبد الرحمن دي بقت هي بدت من هي الدراما، سلمى محمد عبد الرحمن دي منه. يعني بدت حاجة عادية، وده بيحصل في حياتنا اليومية، دراما بتحصل في حياتنا اليومية. انت قبل لما قلتي انه حياتنا اليومية فيها دراما، لكن منو بيلتقط انه هنا دي كانت دراما، هنا دي ما كانت دراما، واقدر انا افرزها عشان انه احولها انها ترتقي الى الدراما. انه الزول ده كان ممكن تلقى له التليفون ده والتليفون يكون قافل، يقوم يقول لها ما ادراك زوجتي العزيزة شكرا لك وقفتي معاي وما ادراك شنو، وتمشي السلسلة كويسة شديد جدا، وفي النهاية اديها حلاوة او اديها بتاع ولا انا جبت لك هدية. لكن اللحظة في الحدث العادي ده لقت التليفون هي قبال ما يقوم يشكر اكتشفت انه اخر مكلم من سالم محمد عبد الرحيم، سالم محمد عبد الرحيم دي قلبت اللعبة. فدي قاعد تحصل عادي، اي واحد بتحصل له دراما في حياته اليومية، لكن هو ما بيقدر انه يسجلها الا الناس اللي ذا المهن. فعشان كده احنا مرات عادي انت بتكون مسترخي في قهوة او عادي في المترو او عادي هناك في السوق الشعبي والحياة زي دي، بتقدر تلتقط الدراما بتاعت الحاجات لانك قادر تفهم انه الحدث ده مشى وين، وين قام تحول الى دراما وكده. حتى حياتنا للاسف في مدارس لا ماي لايف بقول لك حياتي الدراما في حياتي، في ناس بيحكوا عن الحاجات الدراميه حقيقه الحدثت في حياتنا. ومع الشاب ده كان عندنا دراما، الزول ده عندنا اخوتنا طبعا هو لانه صاحبي ونحن شله عمل، ايوه اخته كانت شله شغل، ايوه شله شغل كويس معاك، عنده اخته يتزوجوها والناس قالوا عشان يغيروا في الجو بتاعهم كده حتمشي السيره بيركشات وتفاصيل زي دي اوكي. وهو طبعا كان دي اخته المفروض انه يكون العامل فيها الود عارف، لانه عارف هناك الفجه وين اللي هو الكبجاب والتفاصيل زي دي كده قدام كده في اول ركشه عامل فيها داير ودي الجماعه يعني العرس عشان انا اكون وقفت مع اخوي يعني أيوه. وديتهم عرس ثاني اوريدي، وهم هنا كانوا يفتشوا في ما ادراك مكان، وانا بهناك الجماعه في عرس ثاني واسمع عشان يجوا يقنعوا طبعا. وكنا في السودان ما يهدل النسوان بيه جاي وبتاع، في زول بس بيعرف انه ذيل اهل العروس ولا اهل العريس بتاع أيوه. فكنت لحد ما نمرق ناس ذيل بالسلام ونوديهم بهناك. فاكشنات هي صغيره ممكن تتم او تحورات شويه كده من الحياه اليوميه ممكن تكون، لكن ما زال العلم بتاع الدراما الان المختصين فيه هم الاكثر الناس اللي بيقدروا الان يقوموا يفرزوا الطبائع بتاعت الحاجه اللي انا داير اقدمها، ان هل هي كدي ولا هي كدي ولا كدي. والاجمل حاجه فيه انه ما زال هو متحرك وغير ثابت يعني أيوة. في الاشياء أيوة. طبعا اضافات صغيره كده أيوة. طبعا القصه دي حقيقيه، اللي هو انا طبعا اختي دارين زوجها من مبدل الكبايات، فده راكب قدام باعتباره داري جاي مني انا يعني. فركب قدام في الركشه وقال لهم ارحكم انا عارف، ووداهم عرس ثاني وده قاعدين بيهججوا ونحن مستنينهم بهناك. ايوه ففي النهايه البنات انتبهوا لانه يا اخي ده ما دي ما عروسنا يعني، هو ذاته ما انتبه لا لا ولا جاي خبر حسين طوالي الهجي ونحن مستنين بهنا سهرتنا مبدا ما جات يعني. ايوه فهو ده اختطف السيره لمكان اخر، والحمد لله لمينا فيهم في الدقائق الاخيره وانسترنا معهم. الان في مشكله مصطلح كلمة فن بقت تشمل أي حاجة، دراما دي برضو خشت فيها اللي أي حاجة، المسرح ذاته بقى مسرح الجريمة مسرح ذات. يعني أقول لك والله يا أخي جيب لنا توصل ده لأنه نجار فنان، طباخ الطباخة فن، النجارة فن، البنى فن، المعمار فن، اللفظ ذاته يقول لك يا أخي والله الزول ده حتى كلامه ذاته فنان، اسم فضفاض كده أيوه. فاسم بقى شوية شوية إلا نضبطه بالتخصص يعني أيوه. فنان في شنو؟ فبعد ذاك درامي في شنو؟ يعني في ناس اصلا خلاص بيجوا مثلا دراميين اكشن خلاص، في كوميديانيين خلاص ديل بيجوا كوميديا كده. حتى الدراما ذاتها بدات تختلف في شكل الكتابه، طريقه الاداء التمثيلي، طريقه الاخراج، طريقه كله 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 اخذ منحنيات ثانيه. الاكشن خلاص خليك من الخيال العلمي ده بقى قصه ثانيه. ايوه فالحياه بدات تتفرتك، بدات تاخذ ابعاد اكبر من كونه نحصرها في معون ضيق خلاص بقى. وبما انك انت يعني عندك تجارب دراميه خارج خارج السودان، يعني ممكن نقول من اشهرها يعني خارج السله سرايا عبدين، سرايا واسماء كبيره يعني في الدراما المصريه يعني، وانت عندك دور انا لفت انتباهي في الدور ده للامانه، الطريقة أو اللغة بتاعتك في الكلام كانت، وانت كنت ولا انت تحكي احسن على لسانك كويس، كنت اسمه مقدمة طيبة. ايوه انا قبليها اشتغلت مع ايناس الدغيري، ايوه اشتغلت معاها فيلم اسمه الباحثات عن الحرية، ايوه وكان معي هشام سليم، وكانت دي اول مرة انا جيت جديد كرد
ما تقولي لي سنة كم، ايوه جيت اشتغلتها الباحثات عن الحرية ده مع هشام سليم، وكان شخصيتي شخصية صحفي سوداني، أظن كده ارتحت لأنه ايوه ما تقولي لي وعايز صاحب. تهايره. لا لا لا، هو موجود في فرنسا، ايوه هذا صاحبي يتكلم عن القضية الفلسطينية ايوه في ايوه وقت فيه جوطة كده، بيتكلم عن قضايا تانية في الإمكان صادق جدا الناس ممكن ترجع له. طريقة الانترفيو اللي عملته معاي للي تاني، أول حاجة اكتشفت إنه ما في بروفات، ما في زول بيجي لبروف، بدوك الناس بتقراه وبتظبط شخصيتك بتجي اللوكيشن وبس. فقمت جيت عشان اعمل الانترفيو مع ايناس الدغيتي عشان تقبلني في العرض ده في الدور بتاع عبد الله الصحفي ده ولا لا. فدخلوني على، جيت داخل كده فقلت له خلي الباب فاتح، خليت الباب فاتح. قلت لي اسمك وكده، قلت له والله كده كده بديت الدراما، هو نفس الحوار بتاعك اللذيذ. ايوه قلت لها بغسل الشاور طال، اتخرجت من كلية الموسيقى والدراما بكالوريوس تمثيل. قالت لي اقفل الباب، قفلت الباب، بتقول لمساعدة المخرج، قالت لها صوته حلو شكله حلو خلاص يا عمي روح بس. ده كل الانترفيو. بعد جيت اشتغلت مع عمرو عرفة اللي هو سرايا عابدين، سرايا عابدين اللي هو ده كبير الطباخين وهو رئيس الطباخين وشخصية سودانية، ويمكن السودانيين يرتاحوا شوية كده لأنه كل الطباخين هم كانوا سودانيين من محمد علي باشا ايوه وكده. و عمرو عرفة بيقول لي ظبط، هو عمرو عرفة مخرج ممتاز جدا، دي و اسامي كبيرة شديد يعني، ناس ايوه الدغادي معانا يسرى، وعمرو عرف. معانا ايوه يسرى، يسرى فكان استاف مخيف بالنسبة لي لأنه أنا كنت بشاهدهم على الشاشة، لكن أتعاملت معاهم. فمن اليوم الأول بتحس براحة شديدة جدا، يعني لما يسرى تقول لك تعال برف معي، يعني ما بتقول لي داير أشوف أدائك ولا كده، فبتقول لي يا أخي أنا محتاجة يعني، وتحس أنا عارفة إنه هي عايزة تساعدني أنا في تلك. في الحوار. لا استصحبت في سرايا عابدين بالتحديد، استصحبت او اتكيت على انك لازم تدخل يعني، ما كان ال 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 اتفقنا ال اللسان ما كان مصري فقط، تحس انه في بعض اللكنه السودانيه او اللهجه السودانيه كانت واضحه في الحوار. اتفقنا انا وعمرو عرفه اللي هو طبعا الكاتبه هي ما مصريه طبعا، لكن هو قال لي يا اخي انا في قراءاتي، شوف المخرج بيقرا، في قراءاتي عرفت بانه الشخصيات دي كلها كانت سودانيه صرفه وكانت بتتكلم باللهجه السودانيه، ف مكتوبه باللهجه النوبيه، ف وانا عرفت انك كاتب وكده فظبط لي الدنيا على اساس انه هو هما طبعا ما بحبوا المونولوجات الطويله وكده لانه شغل مظبوط، فكان انا بس الجمله بحول سياق لانه يكون سوداني بالسوداني المفهوم بالنسبه للمصري. ايوه يعني دي تجربة جميلة جدا جدا، وانا يعني كوني اشوف سوداني في اعمال زي دي مع اسماء كده وبشتغل بسودانيته في حد ذاته، دي يعني حاجة كويسة شديد. كان بامكانك انك انت تشتغل باللغة المصرية او ما بعرف المشكلة لو مع كنت انه بس، لك سنين قاعد في لا مصر لا لا يعني. لا هسه، لكن سنين دي شنو، سنين دي بيجي صوصل بتطفش لك العرفته كله، ايوه وين يا زول انت واخبارك شنو، بعدين بيجيب لك دكو زي السمسم وشطة، يعني انا اتكلم مصري كيف يعني، سخينة بس انا برجع بتكلم تاني في الظرف. لكن بالسودان ما حاسس انه انت يعني ممكن تنقل ما اكتسبته من احتكاكك او من وجودك مع اسماء زي يسرى، ايناس الدغيدي، عمرو عرفة، تنقله للسودان؟ لا، انت ممكن احول السؤال ده لصوصك. المشكله وين يعني، نحن انا ذاتي لسه يعني يمكن عدد الكورسات اللي اخذته الورش في الاخراج في السيناريو في كذا، يمكن دي المعرفه ثاني طريقه العمل ده. يعني انا كنت مندهش جدا في ايناس الدغيدي لاول مره بجد والله، اشوف مخرج قاعد ومعاه عدد 5 مساعدين ووراه اكثر من 50 نفر جيش، يعني ممكن يحتلوا مبدأ في 3 ثواني، يعني دول كلهم شغالين، فما كنت عارف المهنة الدقيقة للناس دي شغالين عارف شو. اي ما في الحوار شنو؟ انه نحن بنمشي ونجي لمبدأ؟ لمبدا. اي ماله؟ انتظرونا بعد الفاصل في شغل زعلان الشغل يا نمشي انتوا ما ونجيكم. نفسكم لمبدأ؟ احنا مولودين وين؟ مولودين في الخور ده.
استاذ اوصل انت يعني بعيد او ما طرقت باب السينما، انا ما عارفه وجهه نظرك في الموضوع شنو. انت شخص مسرحي قديم وشاطر، ممكن نقول مش شطار، من الاسماء الكبيره في السودان فيما يخص المسرح. والله يا اخي، اول حاجه انا سعيد شديد جدا بانك انت يعني يا زولا بتتكلمي معي تجاه انه انا جاي من حياه فنيه، يعني الواحد ممكن فيها انه ينتخب انه يقول لا لا انا داير اكون في غط تلفزيوني، او يقول لا لا انا داير اكون مسرحي، او يقول لا 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 كده انا امشي اشوف هناك. نحن بنفتكر انه مرينا باسوأ يعني 30 سنه في حياة السودان، أتمنى إنها هي تاني ما ترجع، لأنه في الثلاثين سنة دي إن هي تم تدمير كل المؤسسات الفنية، جزء منها السينما تم محاربتها، وجزء منها أيضا المؤسسات اللي إحنا كنا شغالينها، أوكي، اللي هي الفنون بشكل عام، وبالتالي إحنا كنا عطالة بشكل يعني مقنن شديد جدا. ليه؟ لأن المؤسسات المعنية بالحاجات زي دي انهارت، لولا انه في حادبين شديد جدا على فكرة انه يكون في سينما، اللي هو مجموعة جماعة الفيلم السوداني، استاذ شداد واستاذ طيب مهدي والناس دي، يعني دي الناس مقاومين شديد جدا في انه المهنة دي تكون موجودة. دور السينما اغلقت واللي اتقفل اتقفل، اتكسر اتكسر، اتحولت لحاجات ثانية. بقى انك انت ذاته حتى لو كنت داير تكون بطل سينمائي، وان شاء الله تكون اي حاجه في السينما كذي، فيعني البيت الكبير هو ما فيش، لكن داخل ده الزول قدر انه في الثلاثين سنه دي يكون في محاولتين، وقدر انه مع الفرنسيين ومع ابونا جاد الله جبار الله يرحمه ويطراه يا بالخير، رب يعني العالمين. كويس معك، انه يشتغل شخصيه في حاجه بيقولوا لها البؤساء، اوكي، وايضا في واحد من الشباب المنتجين ديل جاء يشتغل حاجه اسمها بركه الشيخ، الكتاب هو ذاته الروايه كاتبه هو برضه يشتغل، لكن في زمن اساسا ما في فيلم، كويس معاك، والميديا غطت على اي حاجه، يزول داري البيت جوا ويحرك القنوات الدارينه، لانه بكره برا اساسا ما في شيء يعني، اوكي، فالحاجتين ديل هم ما مشيوفات. الحاجة الثانية السينما غير انها هي فهم فقط، انها هي صناعة حضور، اذا ما في حياة يومية للسينما حتى انت ما بتكون مهيأ، لانه كاميرات بتختلف من الكاميرات بتاعت ايوه التلفزيون، حياة ذاتها بتختلف من حياة التلفزيون، وده نحن كيتما فنيين يعني محرومين منه. لكن الواحد لو لقى باب عريض الى حياه سينمائيه فيما تبقى له من تجربه، تاكد انه حيطرق زي الثلاثه صفقات بتاعت الحوش بتاعت ردك السودان. ده بيقودني لي سؤال يا استاذ حمد الله. السنة في رمضان السنة 2022 في إنتاج ذخير كان، هل المشكلة في الكتابة، كتابة السيناريو، أم في الإنتاج، أم في الممثل السوداني شخصي؟ لو أنت تابعت الدراما طبعا. طب خلينا نرجع لك شوية أيوه كده تفضل. للسينما في السودان. أيوه في التعريف البسيط لمفهوم السينما، اللي هي فن، صناعة، تجارة. أيوه تجارة. إذا انتفى أي عضو من الأعضاء دي ما في سينما. فنحن عندنا حتى الرأس مال اللي عندنا الآن أحسن له يجيب شطة يبيعها في سوق أمدرمان أفضل من يخش في مغامرة إنتاج فيلم سينمائي. صعبة جدا عليه. رأس المال الوطني ولا غير الوطني، ما قدرنا نجذبه لأنه ينتج إنتاج سينمائي، لأنه الإنتاج السينمائي ضخم جدا، هو عنده عائد كبير، لكن إلى الآن ما استطعنا من تاجوج، فيلم تاجوج من الحبيل من كده، قدمنا أفلام عرس الزين، فيلم خطير جدا يتقدم في دور عرض كبير داخليا وخارجيا، بركة الشيخ اللي بيتكلم عنه حقق وترجم للغة الإنجليزية وحقق نجاح كبير جدا، لكن كانت مغامرة صعبة جدا، لذلك بنجد رأس المال السوداني ولا قدرنا نستجلب رأس مال من برا إنه يخش في المغامرة باعتبار إنها تجارة جديدة على الوسط الفني، لكن لو الواحد بس ربح بعد ذاك الناس بتجي. سؤالي كان شنو كده عشان أتذاكر؟ سؤالي كان انه السنة في انتاج السنة دي. الجوال خلاص ايوه اتذكرته، ممكن تسكت لي شوي؟ طيب كويس ان يكون في انتاج درامي، انا شايف المسلسل الاكثر هسه جدلا ايوه ونقاشا وكده، اللي هو المسلسل بتاع سكه سكة ضياع. ضياع. سكه ضياع. سكه ضياع عرض افكار جديده، عرض ممثلين واوجه جديده. يمكن كل الناس اللي نقدوا المسلسل ده اللي اتكلموا عن المسلسل ده هم ممثلين اصلا وبدافع الغيره، ما شافوا حتى انه في محاسن كبيرة جدا لهذا المسلسل.
ودائما بيفتكر في ناس خلاص افتكروا هم الوراث الحقيقيين للدراما السودانية، اذا شغالين فيها فهي رهيبة، اذا ما شغالين فيها فهي غير رهيبة. بعدين خلاص يعني وصلوا هم ذاتهم اقتنعوا بانه نحن نجوم الدراما في السودان، واي وجه جديد اي افكار جديدة بالنسبة لهم مهدد لنجوميتهم، فدي مشكلة نعاني منها. ايوه نعاني من النجوم ديل وانهم هم ثبت النمو الفني بامانه، يعني ثبت هنا، لان زول بيكون شغال شخصيه واحده 15 10 سنوات، نفس الشخصيه ممكن يكون قبال 10 سنوات شخصيته كانت اجود من الهسه بيعمل فيها دي، وهو ثبت. لكن بعدك تاني ما داير، بعدك يقول لك انا نجم شارع ونجم شباك ولا اي حاجه، ده كله خرف مبكر، فني مبكر. فدي مشكلة بالنسبة لنا، دي مشكلة الدراما الأساسية. بعدك نجي لمسألة التمويل ايوه ونجي لمسألة الأفكار والسيناريو والحوار. ونلاحظ في عدد من الشخصيات في المسلسل ده بالتحديد ما عندهم علاقة بكلية الدراما ولا قارين دراما ولا يعني ممكن يكون يعني استنبطوا او عاشوا في الشخصيات دي كأدوار عادية لكن ما قارين الحاجة دي بتفاصيل. وطبعا احنا ممكن نقول انه في ممثلين عالميين هم اصلا، لكن ديل بيعملوا شنو؟ ديل بيجيبوا متخصصين بيدرسوهم في البيوت دروس خصوصيه نحو الدراما، فعشان كده لما نيجي تعمل معاه لقاء بتحس انه زي الخريج، لانه هو قرا دروس خصوصيه في الدراما. لا يجهل اي فنان عالمي الان انه كونه ما قرا في نظاميا، ودي مشكلتنا، يعني بيفتكروا قروا دراسات نظاميه زي انا وصوصل ده في كليه الموسيقى والدراما، افتكر انه الباقيين كلهم ما يفهموا دراما الا انا وهو. فدي مشكله كبيره جدا، لكن هو ذات نفسه ما بساعد نفسه بانه يطور نفسه من معرفيا بفنون الدراما، وبيثبت على كونه نجم، وكثير من الناس ما قروا الدراما اوجدوا قبول في الشارع، بعد ذاك يلا انداحوا في القصه وسابوا قصه انه يقول لك ده اكاديمي وغير اكاديمي ايوه وكذا. يا سلام فدي واحده من مشاكلنا الاساسيه في العاملين في حقل الدراما، هي دي المشكلة الأكبر للدراما. سيبك من الإنتاج، سيبك من قلة رأس المال، سيبك من المقامرة، سيبك من الغنوات يقولوا لك يا أخي إلا تجيب رعاية وكده، لكن أنحنا بذات نفسنا محتاجين نقف في المراية مع روحنا الحقيقية. ومحتاجين نتقبل أيوة الجيل الجديد بكل تفاصيله وما الحاصلة يعني. بالضبط، أيوة وخلاص نحن نوصل لغاية تجاوزنا مرحلة انه السياسات والقمع وكذا، ممكن تشتغل في اي حتة. اجمل الاشعار في السودان ده اتكتبت في سجن كوبر والعسكري واقف جنب الباب. صح قدمنا نحن اجمل العروض، دقيقة اسمعني خليتهم، قدمنا اجمل العروض الدرامية والجماعة مستنيننا برا بعد العرض، وقدمناها نافذ. وين يقول لك وهم اي فكره، وبعدين نحن ما في في متنفس فنان بتشتغل في سجن كوبر دي، قاعدين يطلعوا اجمل الاغاني. واحد صاحبنا قال لي محجوب شريف والله لكن يا اخي لو قعدوك لنا ثاني سنتين في سجن كوبر كان كتبت يا اخي والله لو قعدونا معاكم تاني سنه بس في سجن زياده كوبر. بشويه لانه نحن وصلنا خلاص للختام، لكن قبل ما نختم استاذ صوصل شغال على شنو الفكره الجايه؟ والله يا اخي اول حاجه انه الواحد بيفتكر انه بالمختصر كده ان هو اول حاجه الفتره بتاعت القاهره هو بالنسبه له هي فتره بتاعت تحضير الى اسئله جديده، كويس معاه كل واحد اخذ معاه فتره جميله جدا في انه يسال روحه اسئله جديده تجاه انه ممكن يحصل شنو بكره. الان مع المخرج الشاب اللي هو زهير عبد الكريم، هو بيفتكر انه يا اخي الناس كلها قاعد تطرق الميديا بتاعت اليوتيوب، وافتكر انه ده هو العالم الان اللي انه هو شغال، فليه نحن ما نقوم نعمل لنا قناه في اليوتيوب؟ وانا بفتكر انه وفق انه زول عنده هو اراء تجاه فكره التنافس بتاع اليوتيوب والطريقه بتاعته بانك تحصد ما ادراك وانك تكون مقبول، انا بفتكر انه هي دماره انا او دماره اي انا، بفتكر انه اجدع حجر واخلي البركه تحركه على كيفه يعني، يا لكن سلام خليك واثق تماما من انه الحجر انت رميته ده هو حجر حقيقي، لكن ما داير اصل لحاجه، انا داير اعمل حاجه مقوله واللي يردد الصدى، لكن بنحاول انه نشتغل بعض الفقرات اوكي الى اليوتيوب ونشوف انه عبرها انه ممكن يحصل الشنو ده، غير انه بعد ذاك في احلام كبيره لانه القاهره ما زالت انها خصبه بالمهرجانات، اذا كان
مسرح التجريبي او المونودراما. فالان في المهرجان بتاع المونودراما، وزول غالبا يشتغل بحاجه اسمها سامر سوداني حكي، اوكي. وبعد ذاك بنشوف انه ام الدنيا ممكن الزول فيها برضو انه يدعيات وحجر. بالتوفيق إن شاء الله يا رب. أستاذ عبد العزيز محمد الله، انا اول حاجه سعيد جدا باللقاء ده، وغير سعيد باللقاء ده، سعيد لانه اول مره يعني نتقابل انا وصلصل في مع الكاميرات كده وفي لقاء كده، دي وبعد سنين على فكرة، وبعدين ايوه بعد وبعدين سنين بنحكي، تطلع لكن عذبنا الناس بقهوه والله في قهوه، بنقعد تذكر رسول صلى الله عليه وسلم، تذكر نادي الزهاجه لما عملناه، وتذكر الحجر اللي جبناه، يعني عذبناهم. فالناس هسه نمروا لنا حكاوينا، بيقولوا دي حكايه نمره 3 عملتوا نادي الزهاجه، صح؟ دي حكايه نمره 4 كده، فعذبوه. انا سعيد بيه، ما سعيد بيه. فجاه كده تحولنا انا وصوصل لناس قاعدين كوا زي كاننا كبار كده، ناكلين الدراما وبعدين والمحتوى وكده، ما قاعدين نعمل الحركه دي. فديتونا كبير كده. انا بالنسبه لي طبعا انا غيرت الميثاق خالص، سبت المسرح خلاص، يعني كفاية. مشكور السير السيد اسال حقني بيعمل لي، قال لي في دار يكتب كتاب عن مسرح عبد العظيم محمد الله، وانا اكتفي بالكتاب. انا حولت الميثاق كله لسينما، ايوه الان كل اهتماماتي بالسينما، الصوره، سيناريو، اخراج، وان شاء الله ما دام بقينا شله عمل مع صوصل يمكن نعمل حاجه ان شاء الله، نفاجئ بها الناس وانا واثقه من كده. تمام، باذن شكرا الله. لكم، كنتوا ضيوف اعزاء علينا في شله شغل. كل سنه وانتم طيبين. خلاص عايدي للكاميرا عشان داخل. انا معايا الكاميرا بعد ما اكون دارك في بعد ما انتهي منكم. خلاص خلاص انتهيتي من شكرا لكم بجد يا اخي، كل عام وانتم بألف خير كل مره سنه ثانيه. وانتم طيبه، الله يبارك. وبكده نكون وصلنا لنهايه شله شغل، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده، وكل عام وانتم بألف خير، ودعناكم الله. توصل كنا كويسين كده زي